مش على الأسئلة، خلص الحمد لله. اثبت شكرا. قالت لي كريس بدك، كنت خايفة انك تليفونية والله العظيم. طيب اول سؤال جاي لك، روح شوي بس ماشي. اول سؤال، هل انت متخوف من بالمراس؟ طبعا. وممكن الاهلي، لان في بعض الجماهير مستسهلة الماتش. لا ماتش مش سهل، ماتش مش سهل. انت بتلاعب بطل امريكا الجنوبية، يعني ده فرقة تفوقت على فرق البرازيل، هو فرقة برازيلية بس تفوق على سانتوس البرازيلي. نفس الفكرة كان الأهلي والزمالك في النهائي، وكان هو بالميراس وسانتوس في النهائي، تفوق على فرق أمريكا الجنوبية كلها، وفي مقدمتها الأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي وباراغواي، فرق عظيمة. كانت مفاجأة إنه يتغلب، متهيألي كان هو أقرب للفوز. طب هو الطبيعي أصلا طوال تاريخ البطولة بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أوروغواي، كانت مفاجأة إن بطل الكونكاكاف اللي هو وده اللي صعب الدنيا على الاهلي، تجريس المكسيكي هو اللي يفوز، ان هو يبقى موجود. كانت مباراه صعبه، مباراه صعبه ما حدش يستسهلها، وباذن الله ربنا يوفقهم. ليه بقول ما حدش يستسهلها؟ لان الناس فاهمه ان بايرن ميونخ ده خلاص يبقى الدنيا خلصت. لا، انت بتلعب بطل البرازيل، طيب بطل امريكا الجنوبيه، فمباراه صعبه. وانا قلت لكم الاربعه المهمين والمؤثرين في الفرقه، واسطر يا ستار من بالمراس الجبار. طيب الاستاذ، والاهم من كل ده ان احنا نلعب، ان احنا ما نبقاش نازلين. يعني اقول لكم على حاجه، فاكر يا عبد الناصر احنا قلنا امبارح الصبح قبل المباراه، قلنا التشكيل، وده التشكيل اللي انهى بيه مستر موسيماني المباراه، والحاله النفسيه. قلنا الثلاثه اللي في وسط الملعب، وانا قلت لك يا رب يلعب، قلت لك يا رب ديانج يلعب، والسولية وحمدي فتحي و طاهر محمد طاهر والشحات ومحمد شريف. هو اتفزلك، طلع محمد شريف ونزل كهربا. ليه محمد شريف؟ محمد شريف بيلعب، عنده مهارة أعلى، كهربا يقعد بره يبص بعينيه يشوف إيه اللي ممكن يحصل. نزل محمد شريف خمس دقايق ومصمم برضو على ولتر بواليا، اللي بيحرق اللي بيحرق بيخلي يعني ولتر بواليا بالظبط كده. أنت كل مرة بتزود، طب ما خلاص معاك هيلعبوا كهربا وشحات إن شاء الله يا مازن. فبالتالي مباراة الغد الحذر فيها واجب، بعد غد هو بيعاب على مستر موسيماني انه مش راجل مقامر او مغامر زي مستر مانويل جوزيه. فخلاص بقت الناس حافظه اداء تشكيله، كنت بفطر الصبح يعني، وحافظه اداؤه، يعني حافظه التشكيل وحافظه طريقه اللعب ومفيش، وحافظه التغييرات كمان. فهو لازم يبقى عنده قدره كده على ان هو يفاجئ المنافسين ويعمل حاجه، يعني ان هو استاتيك كده في كل شيء، في تشكيل وطريقه لعب وحاجات بالشكل ده. فبالتالي ما فيش المغامره ولا المقامره اللي كان بيعملها مستر مانويل جوزيه، كانت بتجيب نتائج. تبقى خسران اسحب مدافع وانزل فيرود جد. اتفضل يا سمر. طيب عندنا سؤال تاني جاي الاخ عماد بيقول، انتوا في شيراتون احنا نازلين في الريتس كارلتون، ولكن احنا هنا في شيراتون بنتابع المساحات. يمكن اسمح لي يا استاذ ابو المعاطي بس نطلع بعيد عن الاسئله شويه وافتح بس هنا، نفتح اهو شايف كده المكان المخصص للمساحات، يا ريت بعد اذنك عشان نتكلم فيه سوا. ده المكان المخصص للمساحات يا شباب، استاذنا ان احنا نعمل اللايف منه اهو، زي ما انتوا شايفين اهو، حاجه محترمه جدا. وديكم شايفين الناس اللي هناك دي بتروح تقدم الباسبور وياخد ورقه، وبعد كده ينتظر ويدخل بالظبط، ولازم اسمك يكون موجود. وهنا المكان، احنا جايين في الوقت الرايق بعد ما عدد كبير، وهنا المكان المساحات الفي اي بي، لانه بتظهر يعني بعد دقائق او تاني يوم بالكثير. عاجبني هنا صديق بيقول حاجه مهمه جدا، اسمه محمد، الاهلي محتاج مدرب قلبه جامد. سيبك من اللي محتاج مدرب قلبه جامد. اشرف زهران هرد على دلوقتي، اشرف محمد الدسوقي بيقول لك اللي يوصل كاس العالم ما تسالوش اتغلبت ليه، صح يا انكل؟ والله العظيم برافو برافو عليك.